نحن وين؟ فيديو جديد اسمه Afternoon in Chicago. رح ناكل ديسير طيب، رح نجرب مطاعم لذيذة ورح نكتشف اشي حلو. نحن على Randolph Street والشوارع اللي حواليها. Feels like Little Italy. Feels like Design District. Feels like a new city. بمعنى بيوت قديمة وال إذا بدكم الـ signature brick buildings of Chicago، بس ما بيمنعنا في مطاعم كتير جديدة. Randolph Street محل ما في لفين وشيفال وغيرهم المحلات اللي بنحبهم كتير. كانت مع صوتك المرة. رح نبرم نكتشف ونتضحك. 4 hours. What can we do in 4 hours؟ حرارة صفر، برد كتير وهيدا محضر. All around Randolph Street. برد كتير. Out of all the days in the world, at the temperature of zero, we decide to have ice cream. نعم. Yes. Below zero. So darkest chocolate, salty caramel, honey vanilla bean, and wild berry lavender. Sure. Was that going to be in a waffle cone or a waffle bowl today? Waffle cone. هي مهضومة المحل ريحته كتير حلوة، البوظة كتير كريمة، شوف قديش عبت. American very creamy. Real ice cream. Delicious. Top. بدك بوظة تدفى؟ يلا. I'll do it your way. كتير 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 طيبة. سوبر. سوبر طيبة. هو الوافل كرانشي ما بحس بالسكر. واو very 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 good recommended. خبرتك عن كوكي. خبرتك عن كوكي كتير مهمة. حسيت الكوكي بالفيديوز 100%. معقول تجع شيكاغو ما ندوقها كل كوكي؟ اكيد لا. وصلنا عند الكوكي هير عند الكوكي. اكزاكتلي. Yep. Happiness in a bag. What's inside? طلبنا أربعة. Double chocolate, white chocolate, lemon. كثير بدك تسب، بس انه بدك تستحي من المسبه يعني بدك. واو
فهمت؟ فهمت فهمت؟ يب 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 يب. مش معقول القرش من برا والطراوي من جوا ونوعية الشوكولا المستعمل وطريقة الطبخ اللي من برا ومن جوا والزبدة اللي بتطلع على الأصابيع وسخونتها وإحساسها. مش معقول لك، مش معقول، مش عم يطلعوا الكلمات. مش معقول إحساس إنه عم أهلك. إيه مش عم أهلك، إنه ما تزيدها. إيه لا بدي زيدك. مش حس حالك عم تعلى على الأرض؟ عنيفة عنيفة قلت بطولة. كريم ناقصها تحكي الكوكي، ناقصها تحكي. هون صار عنا كراميل شوكولات بود. النيو فليفر، النيو تكستشر، بسكتي. اوه ماي جود، هسه ماكي. اوه ماي جودنس، مهسماكة ومطبوخة من جوا لبرا، مهسماكة وطراوتها مظبوطة، مهسماكة ومش معلكة ومتعجن. What? Oh my god. One more. ايه ايه 100%. حاسك عم تقول انه خش تحكي يا انطوني ايه. فلقتنا. يلا. كريم من 5 دقايق كنت شبعان، عم بيجعوا بطنه، مش قادر ياكل بقى أكتر. واصلين لهون يا انطوني، ما يعني ما بينعاش معك أنت كتير لهون. لك بعد لمن هيدا انا وياك عم دوق لاول مره. سبرينج سبيشل. هناك عم تشرب ليموناضة. ايه والله مش معقول، very refreshing. كول كول يا ابني كول. غزة شو ها توت؟ شو طيبة ما تقول كا كول كول واو. كانت روعة 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 روعة. هيدا يمكن خامس أو سادس مرة بأكل هيدا الكوكي. بلشت عرفت عليها تقريبا من 2016 إذا بتذكر منيح. كان عندهم فرع واحد بس بنيويورك. It's outstanding outstanding. ما It's beyond imaginable. ما بتشبه ولا كوكي بالعالم. طعمتها رائعة بعد زيت الطعمة من وقتها. وسعوا شوي، صار عنده 3-4 فروع بينتهم هون واشنطن. And it's phenomenal. بحيالله ساعة من النهار، نحن هلأ بعد الظهر على الساعة 4، ما في حدا من المطبخ يعني طبخوا الصبح وبعدها طيبة وبعدها طرية. بيطلع عبالكم تحطوهم بعلبة وتخدوهم معكم overseas، وإن شاء الله تكون آخر destination قبل ما فل لازم أخذ معي على البيت للولاد ولنال. نحن بمنطقة اسمها Fulton Market أو Fulton Street، محل ما في Time Out Market اللي صورناه بحلقات اللي قبلها، in parallel للشارع اللي كنا فيه تبع لوفين. بعد عم تمشى الطقس عم بيصير أسقع بس وقفت الشتاء. Thanks God. شكلنا ما بيوحي. I know. It's okay. فيلا رح نتمشى نفرجيه لكريم Time Out Market والشارع والأجواء يلي بالليل بتقلب بتصير سهر all the way. بس نحنا ما رح نسهر الليلة هون لأنه إذا راح الضوء عم بتخيل الساعة. تايم اوت ماركت بحبه هون وبكل البلدان اللي فتح فيه بدبي كمان. تايم اوت ماركت محل ما كل الكويزين بتجتمع محل واحد، والاجواء الحلوه والموسيقى الحلوه والدرينكس الطيبين.
لقيت على جوجل انه اخد بيب جورما ميشلان اسمه The Girl and the Goat مظبوط. بعتقد كان معروف البرجر تبعه بس at the end على المنيو في small little tiny plates tasting اكتر decoration كتير حلوة. هون عم نحكي عن هماشي بوكي. تخيلوا بوكي اللي احنا معرفين معروف بجات رز. هون رز هني بوفس هماشي فيش very nice flavor. oh very nice flavor. okay there wait نعم بلاش. wow this is good. فجانا بلشنا ميشلان بيب جورما يعني مش اتوال مش ستار بس ريكومنديشن. نايس ميوزك اجواء كتير حلوة. البار نحن قعدنا على البار ما لقينا محل نقعد بس it happens it's meant to be. انا لقيت 3 كراسي حد بعضهم على البار فقعدنا حاجز معنا. very 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 nice food very nice food classy refined top ingredients nice crunch rice crisp hamashi fish amazing beer and so on. كتير بسط انه جيت لهون قطعت عند الشوفال كان عم بيلاقي دوقهم للشباب برجر fully booked 15 واحد ناطر بالصف out of question this is a place I would come back to. كل ناس عم طلع فينا من هون عم بصور. okay that's me I love it. طلبنا 3 صحون tasting this is the first one 2 to come. البروكولي روعة رائع رائع قرشتها حلوة حلوة كتير شوية حليسة بتعطيها الحر اللازم نايسلي كريمي لبنة مركزين على نوعية الحليب اللي استعملوه. اوه ماي جود فيري جوسي بروكولي ديليشس كريمي وورم دبنة نايس سبايسينس تقرص هيك بزلعين بالاخر as simple as it looks as simple as it gets so refined and delicious. واو حدا قدر يعمل اكل هالقد طيب من خضره بس سمبل خضره جرين بينز روستد كاشوز هيك سؤال صغير انت كيف اخذنا لناكل برجر فهمنا انه جينا على محل كثير حلو اي لايك ذا فاكت بس من برجر لخضره وبروكلي ولحمه رائعه I'm happy you're having green stuff though. Good one. رائعة. The flavors, the taste, the juiciness, the balance of acidity and sweetness combined. من أخذتني طلعتني جات نزلتني طلعتني. نحن أصلا آخر ساعتين طالعين نزلين بين الكوكيز وبين. دوق يا حبيبي دوق دوق. دوق دوق. أنت عميق كمان. مش بس هيك. شفنا عم صور. ما قبل الا البارتندر يهدينا شيء من عنده. So fried plantain, avocado, espiranas مش شوي مثل السمبوسك. So good. It's a game of textures and flavors. Very well done. Very well done. Small plates, sharing plates. تقعد وتصير تاكل وتشرب تاكل وتشرب تاكل وتشرب والوقت ما بيقطع. I love this place. دقيقة سوري بس بدي أخبركم خبرية. إنه أنا عشا على الساعة 8 وهلا الياس رح يحضر الفيديو ويقول تعشيتوا قبل ما تيجوا تعشوا معي؟ كنا عم ندوق يا الياس كنا عم ندوق بس نحن بعدنا جوعانين تنتعشى معك على الساعة 8. Outstanding, outstanding, outstanding. Taking advertisement to the next level.
كيو ار كود تفرجيكم الريسيبيز. بالريسيبيز فينا ناكل، فينا نصرف مايونيز اكثر. دعاية ساندويتش بشهي بيموت، جرافيتي مدهون على الحيط. عندنا على جنب مرسومة رسم هيلمنز انجا كانجا هالقد، يعني 1% of the whole advertisement. كيو ار كود يو سكان بتفوتوا على كل الريسيبيز تبع كل ده توب 5 ساندويتشز اللي فيكم تستعملوا فيهم مايونيز. This is advertisement to the next level. I'm impressed. Bravo. Bravo, bravo. هوايات كتير قوية والسقعة عم بتزيد. بس بخبركم يوم طلع بالي اكل مكسيكان اخر شيء، واكلنا مكسيكان عند لينيا برافا. It's not any Mexican you know. Very different. Very 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 different. حتى التاكوس، حتى الكورن، حتى الكرانشينس، حتى الثيكنس، حتى الجواكامولي، حتى السبايسز، حتى الحر، حتى everything is changed. حتى عندهم ستيك اند سيرف اند تيرف ويا الغير. Upscale different. حبيت الاكسبيرينس، موسيقى حلوه، درينكس كانوا طيبين، المارغريتا بتعقد وخفيف نظيفه، بعتقد ما حسيت شيء. يمكن شربنا ليمون جوس، بس يعني ما بيمنع انه كانت اكسبيرينس حلوه. اذا على بالكم مكسيكان ذاتس نوت يور بليس، لانه ما خاصه بالمكسيكان ابدا، بس اتس ديفرنت اب سكيل ري انفنتد اند انجويبل. فاذا على بالكم مطعم حلو قاعده حلوه ذاتس ات. نحن سقعنا كثير. فين روح على البيت؟ فين روح على البيت؟ جود نايت لكم، جود نايت، وي لاف يو في شيكاغو.